كابتن أسامة اتفضل. لا طبعا الشوط الاول افضل كتير، وكان طبعا في متعه باهدافه باداء اللعيبه بالشغل اللي بداوا بيه. طبعا احنا شفنا 45 دقيقه الاولى، كان انا شفت طبعا شكر نجيب هو راجل المباراه صحيح ويستحق ده، لان انت لما تيجي تشوف من بدايه المباراه من اول دقيقه شكر نجيب تصويبه قويه جدا على شمال الشناوي، تلمس ايديه وتخبط في العارضه وتطلع ضربه ركنيه تترفع فخري يلعب الضربه الركنيه يلمسها شكر نجيب لاحمد شريف يحرز الهدف الاولاني، شكر نجيب عامل جاب الهدف الثاني لف بالكوره وخد المدافع في ظهره بشكل كويس جدا وتصويبه قويه جدا على يمين الشناوي يقدر يحرز الهدف. فلا كان ليه دور كبير جدا شكر نجيب في ادائه الخططي الهجومي لنادي فاركو النهارده انه يقدر يكون احرز هدفين. ما يؤخذ على احمد خطاب ليه حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه. ما يؤخذ عليه ان انا ما قدرتش احافظ، لو قدرت احافظ في ال 45 دقيقه الاولى ان الهدفين اللي انا جبتهم كنت اقدر احافظ عليهم بشكل كبير وما فرطش فيهم، لان لما تيجي تشوف الاهداف بتاعه بيراميدز النهارده كره ثابته من فخري لقاي، هو الراجل مش شايط في الجون ده صح. بيعمل كروس كده عشان الناس اي حد يلمس الكوره فرص ضايعه كتير برضه يا كابتن اسامه. معلش بقى الفرص يعني احنا دلوقتي بنشوف الفرص ضايعه كتير جدا انما على التركيز من مهاجم بيراميدز، ان انت برضه يعني في اكتر من واحده كانت زي ما اتكلم كابتن عمر كان ممكن يخلص، كان يقدروا يخلصوا، وكان برضو في انفرادات وفي شغل برضو حصل للنادي فاركو الشوط الثاني كان ممكن برضو طبعًا يخلص في الدقيقه 87 أحمد فؤاد. في كورتين احمد فؤاد الكره الثابته كره احنا توقعناها في المرمى، الكره اللي بعدها انفراد كامل جدا يعني لولا تالق الشناوي فيها وادائه بشكل كويس جدا كانت ممكن تبقى الكره القاتله للمباراه. نفس القصه دي برضو الناحيه الثانيه شيكا طلع انفراد من ميالي اللي النهارده بصراحه انا يعني علامه استفهام بالنسبه لي من افضل يعني اللعيبه اللي كانت في الفترات السابقه، النهارده ما تحسوش موجود في الملعب، كل قراراته خاطئه، تحس ان اللعيب مشتت، تحس ان لعيب بيراميدز خلاص حست ان الدنيا هربت منها فما ما فيش التركيز اللي هم كانوا مركزين فيه في الفترات السابقه. انما في الاول في الاخر الهدفين اللي دخلوا في مرمى فاركو زي ما اتكلم كابتن عمر هدفين سهلين